نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان تشيد بدور لجنة التنظيم ووسائل الأعلام في إنجاح القمة الفرنكوفونية. افتتاح ورشة انطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي بتونس. وزير الصحة يشرف على حفل توزيع شهائد ختم تكوين الصيادلة المتفقدين حديثي التسمية في مختلف الإدارات الجهوية للصحة. وزارة التجهيز والإسكان متابعة استهلاك الاعتمادات لسنة 22 و2000 ومشروع ميزانية التنمية لسنة 23 و2000. والمنستير اكتشاف ثري جديد للمعهد الوطني للتراث. إلى تفاصيل النشرة، حيث أدت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان مساء اليوم الاثنين 21 من نوفمبر الجاري زيارة إلى القرية التونسية الفرنكوفونية بجربة رفقة وزير السياحة محمد المعز بالحسينة ووزيرة الشؤون الثقافية حياة كتاتة القرمازي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكوفونية. وتجولت رئيسة الحكومة بين مختلف الأجنحة المخصصة للبلدان المشاركة في القمة الفرنكوفونية، حيث اطلعت على أبرز المنتوجات التي تم عرضها والتي تسوق لثقافات ومميزات هذه البلدان، مؤكدة أن تونس مثلت ولا تزال ملتقى لكل البلدان الفرنكوفونية، ووفرت فضاء لتجسيد التنوع الثقافي وثراء التراث الفرنكوفوني وتعددها. وفي ذات السياق، نوهت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان بالمناسبة بدور اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكوفونية في إنجاح هذه التظاهرة التاريخية التي احتضنتها تونس، كما توجهت بالمناسبة بكلمة إلى وسائل الإعلام الوطنية والجهوية أشادت فيها بدورهم في إنجاح هذه القمة وترويجها للخارج والتسويق للخبرات التونسية في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى. افتتح يوم الاثنين 21 من نوفمبر الجاري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة ورشات انطلاق مشروع الدعم الأمني الغذائي بتونس الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية، وبحضور المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية بشمال إفريقيا محمد العزيزي ورئيسة الديوانة. وخلال كلمة الافتتاح أفاد وزير الفلاحة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية والغذائية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كوفيد-19 وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة على الأسواق العالمية للمواد الأساسية والطاقية، وكذلك لما تشهده بلادنا على غرار بلدان العالم من تأثيرات للتغيرات المناخية، لابد من مضاعفة المجهودات لمجابهة صعوبات هذا الظرف. كما بين محمود الياس حمزة أن وزارة الفلاحة تسعى بدعم من رئاسة الحكومة وبالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية في إطار خطة متكاملة للضمان العاجل لتواصل التزويد المنتظم لبلادنا بالحبوب، وتوجه تدريجيا بداية من الموسم الفلاحي الحالي نحو تحقيق اكتفائنا الذاتي من القمح الصلب من خلال التشجيع على تطوير المساحات المخصصة وتحسين إنتاجيتها والشروع في إنجاز إصلاحات هيكلية وتنظيمية، خاصة على مستوى حوكمة ورقمنة أنشطة الحبوب، بما يضمن تعزيز صمود منظومة الحبوب أمام مثل هذه الأزمات. أشرف وزير الصحة علي مرابط مساء الاثنين 21 من نوفمبر الجاري بمقر الوزارة على حفل توزيع شهائد ختم تكوين الصيادلة للمتفقدين حديثي التسمية في مختلف الإدارات الجهوية للصحة. وأكد مرابط بالمناسبة على أهمية دور المتفقدين الصيادلة في قطاع الصحة ودورهم الرقابي الريادي، موصيا بانتهاج الدقة والمسؤولية في هذا العمل بما يضمن مزيد تحسين القطاع والخدمات المزداد للمواطنين. أكدت وزارة الدفاع الوطني بأن الوحدات العسكرية العاملة على تأمين الحدود الجنوبية داخل المنطقة الحدودية العازلة تمكنت من إيقاف سيارة تهريب اجتازت الحدود الجنوبية الشرقية لتونس محملة بكمية من الأقراص المخدرة تبلغ 660 ألف قرص. وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين بأنه تم تسليم المحجوز للمصالح الديوانية طبقا للترتيب الجاري بها العمل. وفي العالم، حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من التصعيد والعنف بعد إخفاق كوسوفو وصربيا في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات طارئة تهدف إلى حل النزاع المستمر بينهما بشأن أزمة بطاقات الهوية ولوحات ترخيص السيارات. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
رئيسة الحكومة نجلة بودر رمضان تشيد بدور لجنة التنظيم ووسائل الإعلام في نجاح القمة الفرنكوفونية. افتتاح ورشات انطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي بتونس. وزير الصحة علي مرابط يشرف على حفل توزيع شهادة ختم تكوين الصيدلة للمتفقدين حديثي التسمية في مختلف الإدارة الجهوية للصحة. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، تصبحون على خير.